قبل المبعوث الخاص لجمهورية سيشل لدى آسيا السيد نيكو باريتو الدكتورة سمر شامسي في زيارة خاصة لإجراء محادثات مع كبار الشخصيات الإندونيسية حول مجموعة من القضايا المهمة بما في ذلك حقوق الإنسان والتعاون في مجال الفن والقانون لما تتمتع به إندونيسيا بثقافة غنية وفنون متنوعة مما يتيح مجالا واسعا للتعاون في هذا المجال. وحلت قضية حقوق الإنسان مكانة مهمة في محادثات الشامسي مع وزير القانون وحقوق الإنسان البروفيسور ياسونا لاولي، وأعربت خلال اللقاء عن اهتمامها بقضايا الطفل والتعليم، وأنها أطلقت حملة الفن في خدمة الإنسانية في إندونيسيا منذ العام 2020 التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور الفن في المجتمع وتعزيز دوره في تنمية الإنسان. وأقيم حفل عشاء فاخر على شرف زيارة الدكتورة العالمية سمر الشامسي بحضور نخبة من كبار الشخصيات والوزراء الإندونيسية والدبلوماسية، وأفادت أنها بصدد تحضير لعمل فني قريب في إندونيسيا سوف تفصح عنه قريبا.